احتفل الأقباط بمحافظة أسيوط بالعيد 30 لتجليس نيافة الأنبا لوكس أسقف أبانوب والفتح وأسيوط الجديدة. جاء ذلك وسط حضور الآلاف من الأقباط والمسلمين الذين حرصوا على التهنئة. وحضر الاحتفال كل من محافظ أسيوط المهندس ياسر الدسوقي واللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط والدكتور أحمد جعيس رئيس جامعة أسيوط ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس النواب بأسيوط. شرفت يا دكتور.